توقعت بحلم بيك انا بحلم بيك اعلام مش يا ريال مدريد في كاس العالم والانتر كونتيننتال انا مستنيك بمناسبه انضمام امبابي للريال واقتراب كانوتي من الاهلي هيلعبوا ضد بعض اه وهنا امبابي وهنا كانوتي هنا كانوتي على وزن واحد صح طيب ماشي. وده فيرود وده فيرود ايه وهتعمل لي وده سمراني وده سمراني ولا بنزيما ولا ميليتاو ما فيش غير فيرس تاو ايوه بقول لك هيعمل لي فيلر انا اه هتجي لي الفيلر يا ناس ادعوه بقول لك ايه بس محدش ينسى ده كلام ده حبيب اخوه الاهلي ما تنسوش ده حبيب اخوه ده حبيب اخوه بس النهارده مبابي صفقه مدويه هو ده جامد بيفرقوا هو ده بقول لك بيفرقوا اتنين فراوده ايه دول يا نهار اسود يا جماعه هو جايب كريم جايب امبابي احسن لاعب عشان 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 يكسب الحاجات اللي كسبها السنه اللي فاتت اه ده بصوا ما اعلنش غير ايه بعد ايه عيد لما خد اوروبا انا مش جايبك تجيب لي اوروبا لا طبعا ده انت جاي وانا بطل اوروبا وبطل الدوري لازم تموت بقى عشان تاخدها انت معايا ما عمره ما خدها امبابي عمره ما خد دوري ابطال اوروبا الاعلان بتاع امبابي على صفحته الرسميه على انستجرام حط الصوره بتشيرت ريال مدريد بترنج ريال مدريد صوره قديمه هو كان مصورها زمان فنزلها هو على عنده خلاص بيعلن ان هو رسمي فنزلها في خلال 20 دقيقة حوالي 7 مليون لايك 7 مليون لايك غير بقى الفيو في 20 دقيقة انت بس هو جاي لقدره دخلت اصلا ما هو جاي للاهلي ما هو لقدره رئيس نادي مين هيمسك مين هيمسك رفض انه يلعب الاولمبياد عشان التسويق ما هو طبعا مين هيكسب ما هو ده اسمه انت هتدور مين اللي هيمسك انا مسمي بيريز مين اللي هيمسك رودريجو انا مسمي بيريز محمد هاني رئيس جمهورية الكورة في العالم بصراحة مين هيمسك امبابي قول لنا كده في الكونتيننتال ولا في كاس العالم لا ما هو محمد عبد المنعم ما هيكون مشي بقى لا طب مين هيمسك ياسر ابراهيم ما يبقى الناس اللي انت عندك لا انا عايز رودريجو ومبابي وبلينجهام وفينيسيوس مين يمسك الاربعه دول وبريم دياز ده بيرقص نفسه بريم دياز ما بيلاقيش حد يرقص ويروح مرقص نفسه وبريم دياز ده في لعيب رشح كل واحد رشح واحد يمسك موهبه تركيه موجوده ارتا جولير ده حاجه هتبقى مش طبيعيه في الكوره اصلا عنده 16 سنه والسنه دي لعب جاب حوالي بس غريب يا جماعه ان اكبر واحد عنده 25 سنه ما هو عامل فرقه بقول لك 25 سنه ما بيلعبش لسه عندنا عامل فرقه ده انت بتتكلم في محمد هاني ناشئ ميليتاو ميليتاو السرد باك بقول لك ايه عيد عنده 24 سنه 25 سنه عندنا ما لعبش ناشئ لسه قد سيف جعفر ايوه هو سيف 25 سنه يا راجل ده الراجل عنده 30 سنه ولعب ماتش واحد هيبطل قال تاريخك ايه قال له ماتش وخدنا بيه بطوله 30 سنه بيبطل يعني انا كارفو خارج دلوقتي عنده 32 سنه بيلعب من امتى من 2000 خد 6 اوروبا تخيل من 2013 هو موجود في ريال مدريد ودلوقتي 14 سنه كان عنده تشوف تشوفه وتقول عنده 50 سنه من شكله احمد قال لي ده 32 سنه في الملعب 25 سنه بجد والله لو بيلعب من هو عنده 18 19 سنه بيلعب من زمان من وقت وجوده مين هيمسك امبابي في الاهلي برضه ما قلتليش ياسر ابراهيم ولا رامي ربيعه وهاني في فينيسيوس هاني هو كده كده طب والناحيه الثانيه معلول باك ليفت ما فيش معلول مصاب لسه ما يلحقش شكري بقى كريم فؤاد ولا شكري ولا شكري عايزين مديريه الامن ترفع لهم رشاشات عايزين مديريه الامن ترفع لهم رشاشات عشان تثبتهم انت ايه رايك يا بابا كان عاوز الكابتن بشير قال لك دي ما فيهاش فايده يعني ما تناقش ما فيش ملهاش حل ما فيش حل نمسك بلينجهام ما فيش حل ملهاش حل بلينجهام ايه هو قادر على خالد بيبو على بلينجهام خلينا الاهلي لعب قبل كده مع ريال مدريد انت حر انت حر هيطلع لي واقف بره صح هيجي لك يوم الخميس يا خبر اب شفت يعني 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 ما فيهاش حل خلي بالك لا يعني بشير قالك عايز مديريه امن اه والله هم اربعه لعيبه كوره مش طبيعيين بس على الاداره دور اه طبعا اه والله الاداره هو جايب لعيب كمان ما دفعش فيه حاجه هو يعني حاجه مش طبيعيه عنده 24 سنه النهارده بس دخل 150 مليون كابتن محمد هو عنده 24 سنه السوشيال 24 سنه تخيل كل شوف عامل بتحسن بقى عامل كل حاجه طب الست سبع سنين الباقيين هيعمل ايه؟ كاس عالم وتاني كاس عالم ووصيف كاس عالم خد بالك عنده 24 سنه كسبان كاس عالم 18 احنا من 18 النهارده كام سنه؟ 6 و24 انا كان 18 سنه شال كاس عالم هو اساسي منتخب فرنسا وهداف هداف المنتخب من وقتها كابتن احمد عيد شرفتنا ونورتنا حبيبي نراك قريبا ان شاء الله
استاذ بليغ ابو عيد شرفتنا ونورتنا. انا بتشرف بيك واتمنى اتمنى ان انت يعني ايه تساعده في موضوع الدعوه بكره وتجيب له الدعوه زي ما قلت لنا احنا. قول له بقى مالكش دعوه. تابع الدعوه هتيجي بكره ولا لا؟ دعوه مالكش دعوه. الله انا بص اغلق دعوه مالكش دعوه. بس اقفل بقى هنا. كابتن جديد بشكرك شكرا جزيلا. شكرينا يا فندم. بشكرك شكرا جزيلا. احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده. بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.